فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تبطل صلاة الرجل إذا مرت المرأة أمامه أو مر كلب، أم ينقص الأجر؟ لا تبطل إلا بمرور كلب أسود بهيم ليس فيه لون غير السواد، أما مرور المرأة فلا يقطع، لا يقطع الصلاة. والحديث أن المراد قطع الثواب ما هو قطع البطلان، ما تبطل الصلاة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.